النهارده هنبدأ كلامنا من المعرض مع دكتور باسم كليله، منظم معرض عقارات النيل. اهلا يا دكتور. اهلا بك يا استاذه رانيا. اولا الف مبروك على نسخه المعرض في نيو جيرسي في امريكا، ودي حاجه طبعا جديده جدا على عقارات النيل، اول مره يعني نحضرها معاك. فلو تكلمنا عن يعني الفكره جت منين في البدايه. طبعا في البدايه بحب ارحب بيكم والحمد لله على السلامه في نيو جيرسي، وانتوا دايما معانا في معرض عقارات النيل بقالنا سنين. زي ما انت عارفه ان معرض عقارات النيل بدا في 2017، وهدف المعرض دايما هو الترويج للمنتج العقاري المصري، وزي ما السلوجن بتاع المعرض بيقول رومينج اراوند جلوب، فاحنا بنجوب دول كتيره للترويج للمنتج العقاري المصري. في الحقيقه دي مش حاجه جديده ان احنا نكون بنفكر في امريكا، احنا بنفكر فيها بقالنا يمكن 3-4 سنين، وبقالنا مدة طويلة بنذاكر في السوق الأمريكي وبنشوف إيه متطلبات الجالية المصرية هنا أو الجالية العربية بشكل عام في أمريكا، وإيه اللي بيدوروا عليه في مصر، وشكل أسعاره إيه، والأماكن اللي بيدوروا فيها. ويعني الحمد لله احنا ذكرناها بشكل كويس. كان ايه بقى متطلبات المصريين او العرب اللي عايشين هنا بشكل عام؟ والله بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني دايما بنلاقي ان الطلب من امريكا جاي على مصر بشكل مختلف شويه، بنلاقي ان طالبين الساحل الشمالي، وطالبين العاصمه الاداريه، طالبين البحر الاحمر. يعني متوسط اسعار مختلف ومتنوع كتير جدا. ففي النهايه السوق هنا عليه طلب، أو السوق المصري في أمريكا يعني عليه طلب، وده احنا لمسناه، ويمكن انتوا النهارده شفتوه بعينيكوا في قلب المعرض. صحيح. طيب كلمنا عن بداية أول يوم فعاليات المعرض، إيه اللي تم بالتفصيل عشان ننقله للمشاهدين؟ في الحقيقة النهارده كان يوم مميز. احنا بدأنا النهارده أول يوم بدأنا بالعملاء الفي أي بي، وحرصنا إن احنا نعمل شيء مختلف للعملاء المميزين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، برضو عشان يحسوا بالخصوصية ويحسوا إنه ليهم يعني اهتمام أكتر من جانب المعرض. كلها أدوات بنحاول إن احنا نستخدمها للترويج أكتر للمعرض. حلو جدا. يعني ممكن تشرح لنا إزاي أنتوا سوقتوا للمعرض داخل أمريكا؟ في الحقيقة احنا اشتغلنا على كذا جانب، وزي ما قلت لحضرتك احنا في الأول لما ذكرنا البلد هنا بشكل كبير فاشتغلنا على كذا جانب. طبعا الجانب الأساسي وهو إن احنا الترويج الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلها، ولكن كان الاهم من ده ان احنا نوصل لقلب الجاليه المصريه، نوصل لرموز الجاليه المصريه. صحيح. قربنا منهم اكتر، ولما قربنا منهم وعرفنا متطلباتهم قدرنا ان احنا نوفر لهم الشيء اللي بيدوروا عليه. صحيح. وهو ده كان اهم نقاط التسويق للمعرض. فكره ان احنا النهارده نعمل معرض بست شركات بس، كان ايه الهدف منها؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا المعرض معمول المرة دي في نسخة صغيرة، لأن حرصنا أن لأول مرة بيقام معرض رسمي في أمريكا للجمهور، كان مهم أن احنا ما نشتتش العميل. بمعنى أن هو النهاردة بيدور على طلبات معينة نوفرها له، ونبين له السوق المصري شكله عامل ازاي، واتطور بشكل عامل ازاي، ووصل لحد فين. فما كانش بالنسبة لنا الكم، هو كان الكيف هو الأهم. فقررنا أن احنا هنجيب شركة أو شركتين من كل ديستنيشن، كل منطقة، كل منطقة بالضبط، وهو ده اللي نوفره للعميل علشان ما نشتتوش خصوصا في أول نسخة. أنا يعني وأنا مع حضرتك داخل المعرض اكتشفت إن في ترافيك مش جالية مصرية ولا عرب، لا، ولكن كمان أجانب، يعني أمريكان كانوا في زيارة داخل المعرض. في الحقيقة في فترة تجهيزنا للمعرض وجدنا إن في بعض المستثمرين الأمريكان اللي ابتدوا يبصوا لمصر بنظر مختلفة، ويمكن هم كمان أشاروا كذا مرة للصفقة بتاعت مدينة رأس الحكمة. الموضوع اتعملوا ترويج إعلامي بشكل كويس جدا، وهو ده هنا فايدة التسويق والترويج الإعلامي لما يبقى معايا منتج عقاري مميز. فمستثمرين كتير أمريكيين سمعوا عنه، حابين ان هم يشوفوا مصر واصله لفين، يشوفوا ايه المشاريع، ايه شكلها، ايه شكل المنتج العقاري اللي بيتقدم، فجم النهارده ياخدوا فكره، وفي منهم ناس كمان طالبه اجتماعات في مصر. فعلا حقيقي. دكتور باسم، احنا دايما بنتكلم عن تصدير العقار، ويمكن حضرتك دايما فعلا يعني بتشتغل بشكل كبير جدا على يعني على تصدير العقار، وبالاخص المعارض اللي احنا دايما بنروحها معاك خارج مصر. شايف ان احنا تواجدنا النهاردة ده بيقول ان احنا بندعم تصدير العقار بشكل اكبر واوسع في العالم كله؟
اكيد ما فيش شك، احنا دايما رسالتنا ان احنا بنحاول ان احنا ندعم تصدير العقار بشكل كبير، وزي ما كل مره او كل فرصه بنتهز لقائنا او اي لقاء صحفي ان احنا نقول ان مصر بتمتلك ثروه عقاريه كبيره جدا، وهي قادره على جلب العمله الصعبه في اسرع وقت للدوله، والتطور انها كمان تطور من شكلها الاقتصادي او قوامها الاقتصادي، لان النهارده احنا عندنا اكتر من 30 مدينه جديده، عندنا مدن الجيل الرابع، عندنا المدن اللي في الساحل الشمالي والعاصمه الاداريه، كل دي فرص استثمار صحيح. مهمه جدا تقدر تجلب عمله صعبه في اسرع وقت للدوله المصريه. فعاليات المعرض كام يوم؟ 3 ايام كالعاده. 3 ايام كل شركه بقى يا فندم فيها مشروعات ايه؟ ادينا نبذه سريعه. احنا معانا شركه سيتي ادج، وهي احدى شركات هيئه المجتمعات العمرانيه. طبعا شركه سيتي ادج هي عندها مشاريع في العاصمه الاداريه، وعندها ابراج العالمين، وعندها كمان المنصوره الجديده، واعتقد في كمان مشروع في الشيخ زايد. معانا السعوديه المصريه، وهي احدى برضو شركات الشراكه بين الماليه السعودي ووزاره الاسكان المصري، وبرضو بتعرض في العالمين بالحي اللاتيني والعاصمه الاداريه. معانا الاهلي صبور، وهو يعني احد اكبر مطورين المصريين، بيعرض النهارده مشاريع في الشيخ زايد وفي مدينه المستقبل وفي الساحل الشمالي مشروع جديد. معانا شركه ليك فيو، دول اول مره بيشاركوا في معارض بشكل عام، ونشكرهم ان هم اختاروا معرض عقارات النيل ان هم يشاركوا معانا، بيعرضوا مشاريع في التجمع الخامس. معانا شركه الصفوه، دي بتمتلك مشاريع في المنصوره وفي راس البر وفي دمياط الجديده وفي التجمع وفي العاصمه الاداريه. معانا كمان كورنر ستون، وهم بيعرضوا مشاريع في العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل. معانا مين تاني؟ تقريبا انت مغطي جميع المناطق داخل مصر. بالظبط بالظبط، هو ده هدفنا. هل في مميزات او ميزة بيقدمها الشركات النهارده خلال فعاليات المعرض؟ طبعا في عروض متميزة جدا صراحة موجودة، وده كان رأي جميع المطورين اللي بيعرضوا معانا، ان هم حابين ان هم يشاركوا في النسخة اللي موجودة في امريكا، ويشاركوا بعروض مميزة علشان يجذبوا اكبر قدر من العملاء. عايز ارجع معاك تاني لموضوع تصدير العقار، هل الحكومة المصرية دايما بتدعمك في موضوع تصدير العقار؟ في الحقيقة احنا بنشوف كل الدعم من الحكومة في تصدير العقار، وخصوصا من دولة رئيس مجلس الوزراء، ولكن احنا بننتظر افكار اجدد ودعم اكبر. ويمكن احنا كنا بننادي كتير قبل كده بانشاء المجلس القومي لتصدير العقار، لان النهاردة فكرة تصدير العقار ليست قائمة على وزارة الاسكان لوحدها، ولا قائمة على المطور لوحده، بل هي تحتاج الوزارة، وتحتاج البنك المركزي، وتحتاج المطورين، وتحتاج هيئة تنشيط السياحة، وتحتاج هيئة المعارض والمؤتمرات، تحتاج حاجات كتيرة جدا، البنوك الحكومية. فكنا قدمنا مقترح من حوالي سنتين بإنشاء المجلس القومي لتصدير العقار. نتمنى ان يعني ان الحكومه تستمع لاراء المختصين زي منظمين المعارض والمطورين العقاريين. طيب امتى هنشوف معرض عقارات النيل في يعني مناطق اخرى؟ احنا ان شاء الله عندنا الرياض في 17 اكتوبر، ده المعرض اللي جاي، ده اللي جاي، وعندنا كمان قطر في شهر يناير 2025، وان شاء الله بندرس كمان للمره الثانيه دلوقتي، بنحاول ان احنا نفتح سوق زي انجلترا، ده سوق مهم وواعد جدا جدا جدا. صحيح. فان شاء الله هنقول لحضرتك على الخطه في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب دكتور باسم، انا عايز اسمع منك رد فعل الشركات المشاركه معاك النهارده في النسخه في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه، رد فعلهم ايه؟ والله بيتهيألي يعني احنا عشنا النهارده اول يوم فعاليات، بيتهيألي ان هم بالنسبه لاول يوم هم مبسوطين جدا، واتمنى برضو ان حضرتك تسمعي منهم مباشره وتنقلي ده للمشاهدين، لان ده برضو بيأكد على النجاح وعلى الرياده في تنظيم المعارض الخارجيه. صحيح، واحنا دايما بنشوف معاك كل المعارض ناجحه، وبنبقى سعداء جدا يعني بخطوه كبيره زي دي، وان يكون عندنا معارض عقاريه بالحجم ده. بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك مره تانية الف مبروك. بقى انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه رانيا، والحمد لله على سلامتكم، ومنورين معرض عقارات النيل. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.